نتكلم بالراحة كده وبالعقل ونفكر مع بعض ونستعرض ما حدث بالتحديد فيما يتعلق بمباراة القمة وتأجيل هذه المباراة بعد هذا القرار اللي احنا ما نقدرش نعلق عليه غير في أضيق الحدود، وده طبيعي جدا لأن في الآخر في كل الأحوال كل التقدير والاحترام للقرارات الأمنية. الناس دي أكيد شايفة حاجات احنا مش شايفينها، مش شايفينها خالص كمان يعني ممكن، لكن في كل الأحوال هو قرار نهائي تأجيل مباراة القمة للأسف بخلاف الجانب الأمني، فهو قرار محبط لمتابعي الكرة المصرية ولمحبي الكرة المصرية. بالتالي هو محبط ليه؟ لأن احنا كنا استبشرنا خير مع إعلان جدول الدوري وبداية موسم جديد ومسابقة محلية جديدة بطولة الدوري بالتحديد، إن احنا هنشوف بقى إيه دوري منتظم، دوري ما فيهوش تأجيلات خالص لأي سبب من الأسباب بخلاف الأسباب الأمنية. قلنا كمان إن الدوري هيبقى بملاعب محددة، مواعيد محددة، والدنيا هتبقى حلوة وهنشوف موسم جديد محترم ومميز وفي تكافؤ بشكل كبير جدا بخلاف الموسم الاستثنائي الماضي اللي كان مليء بكل السلبيات اللي ممكن تيجي على دماغك أو تيجي على بالك يعني. لكن للأسف تأجيل مباراة القمة ليه تبعيات كبيرة جدا، مش بس عند الأهلي والزمالك، لا عند كل الأندية أو معظم الأندية عشان أبقى واضح، لأن في البعض طلع بيانات والبعض لسه ما اتكلمش أو ما علقش خالص يعني. فبالتالي ده هيجرنا لإيه؟ وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم امبارح قبل الإعلان عن هذا القرار اللي تم الإعلان عنه تقريبا الساعة 12 إلا ربع بالليل يعني، قلنا إن ده هيؤدي لموسم كارثي جديد. موسم هيكون على نفس غرار الموسم الماضي اللي احنا ما نتمناش تكراره. لكن في الحقيقه في العديد من الجوانب اللي لازم نتناولها يعني. اول حاجه عايزين نتكلم فيها موقف اتحاد الكره. القرار مفاجئ، طبعا قرار مفاجئ. كلنا متفاجئين وكلنا زعلانين ومتضايقين، لكن دايما تبقى مصلحه الوطن هي الاول في كل شيء. دايما لازم نبقى حريصين على الجوانب الامنيه الخاصه ببلدنا الحبيبه مصر يعني. لكن احنا هنسرد الامور واحده واحده. الاتحاد المصري لكره القدم، هل كان في اي محاولات جديه لاقامه المباراه باي طريقه من الطرق بالتنسيق مع الجانب الامني؟ ما اعتقدش. ليه ما اعتقدش؟ لان زي ما احنا عارفين ان كان في محاولات من طرف من الاطراف سابقا، وهو اعلن عن كده في رغبته بتاجيل هذه المباراه لاسباب خاصه بيها. فبالتالي اتحاد الكره كان موقفه ايه؟ ما شفناش موقف علني وواضح من اتحاد الكره. وانا هتكلم بالتحديد على الموقف الحالي. ليه انت كاتحاد ما حاولتش تحل الازمه باي طريقه من الطرق؟ طبعا طبعا من خلال التنسيق مع الجهات الامنيه. ازاي يعني؟ يعني انت دلوقتي واضح انك عارف كاتحاد كوره ان في نيه لتاجيل المباراه. الكلام ده من امتى؟ من 3 4 ايام. طب ما اشتغلتش على الموضوع ليه؟ سواء في محاولة إقامة المباراة، خصوصا في ظل بعض الاقتراحات اللي وصلت لك من بعض المسؤولين لمختلف الأندية، أبرزهم مثلا مسؤولي نادي الجونة اللي قالوا لك هات المباراة عندنا، لو عايز تأجل خلي المباراة عندنا في الجونة، ما عندناش أي مشكلة. لو مشكلة في الملعب سواء في استاد القاهرة أو في برج العرب، لا هات المباراة عندنا. ما فكرتش في الاقتراح ده ليه مثلا؟ ليه ما حاولتش تقترح على أقل تقدير حتى إن المباراة تقام بأي طريقة من الطرق حتى لو من غير حضور جماهيري، رغم ان كلنا طبعا ما نرغبش في كده، لكن تبقى برضه مصلحه البلد هي الاول في كل شيء يعني. فالواضح ان ما كانش في اي محاولات قويه ومستميته من الاتحاد المصري لكره القدم، واضح ان الموضوع ممكن يكون نسبيا جاي على مزاجه هو، مش عايز اجزم بكده، لكن احنا بنحاول نقرا الامور مع بعض. ده فيما يتعلق باتحاد الكره. لكن فيما يتعلق بمختلف الانديه، انا عايز استعرض مع حضراتكم تعليق بعض الأندية على موضوع تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، لأن في تبعيات للجزئية دي، إن الماتش ده يتأجل. لا يا جماعة، إحنا كمان مش هنلعب غير لما الدوري يمشي بشكل منتظم، وده اللي كلنا بنأمل فيه وكلنا كنا نفسنا إنه يحصل. فبالتالي من إمبارح نادي الجونة اعترض، والنهارده نادي المقاولين العرب، وأيضا نادي سموحة كان إمبارح وواصل اعتراضه النهارده. أيضا نادي أسوان، وكلهم اتكلموا وقالوا إن كل هذه الأمور هتضر بالمسابقة وهتضر بمبدأ تكافؤ الفرص.